ينضم إلينا من أنقرة مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد. عمر، دعنا ربما في تفاصيل الصورة بشكل أوضح، ما المزمع أن يحدث اليوم داخل تركيا بعد أن شهدنا ربما المراسم المبدئية للتنصيب؟ نعم داليا، بعد التحية، بعد أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية في البرلمان التركي، يمكن القول أنه بدأ رسميا بمهمته كرئيس لتركيا لمدة 5 سنوات. الآن هو في ضريح الرئيس المؤسس لتركيا طبعا مصطفى كمال أتاتورك. هذه الزيارة بروتوكولية ويتم عقدها عند كل فوز في الانتخابات لأي رئيس، لذلك الرئيس رجب طيب أردوغان يقوم بهذه الزيارة، وبعد انتهائها سيتوجه. نعم، هي انتهت بالفعل الآن عمر، ونحن الآن على الشاشة الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس 13 لتركيا يغادر الآن مقر بضريح مصطفى كمال أتاتورك بعد هذه الزيارة التي وصفتها أنت بالبروتوكولية. أكمل عمر، تفضل. نعم، سيتوجه حاليا الرئيس أردوغان إلى القصر الرئاسي في أنقرة، سيكون هناك مراسيم تنصيب للرئيس أردوغان، احتفاليات سيشارك بها الكثير من زعماء الدول العالم ووزراء خارجية، وكذلك منظمات دولية ستشارك في هذه المراسيم، طبعا في ظل الأجواء الماطرة الموجودة حاليا في أنقرة. يمكن القول أن المراسيم يمكن أن تحصل داخل القصر الرئاسي، كان مقرر لها أن تتم في الخارج في باحة القصر، لذلك هنا طبعا بعد هذه المراسم كذلك ينتظر أن يتم تقدمة وليمة عشاء لضيوف تركيا طبعا في قصر تشانكايا أيضا في أنقرة، وبعد ذلك في نفس المكان ينتظر أن يعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن الأسماء الذين سيتولون الحقائب الوزارية في حكومته المقبلة. طبعا هذه الأسماء مهمة جدا لتوضيح وترسيخ السياسات التركية في مختلف المجالات، إن كانت داخلية أو الخارجية، على مستوى الاقتصاد، على مستوى سياسته الخارجية، على مستوى السياسة الأمنية كذلك. كل هذه التفاصيل يعني ستكون عناوين، هذه الأسماء ستكون عناوين للسياسة التركية خلال 5 سنوات المقبلة. متوقع أيضا إحداث بعض الوزارات، ربما لا يتم الإعلان عنها حاليا، ولكن خلال الفترة المقبلة يمكن أن يتم إحداث وزارات جديدة في تركيا، كوزارة تهتم بشؤون اللاجئين على سبيل المثال، وزارة تهتم بشؤون الكوارث الطبيعية والآفات كذلك. كل هذه الأمور مطروحة حاليا على جدول أعمال الرئيس أردوغان ومتداولة في أنقرة حقيقة. هناك الكثير من الأسماء المطروحة، أهم هذه الأسماء الموجودة التي يتم نقاشها حاليا في الداخل التركي حقيقة، كونه يهم الداخل التركي هو ملف الاقتصاد و محمد شيمشك، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن تركيا بعد عام تقريبا أو أقل من عام حتى مقبلة على انتخابات جديدة أيضا، وهي انتخابات المجالس المحلية والبلديات. هذه الانتخابات أيضا مهمة جدا بالنسبة لتركيا، وبالتالي يعني لا يتوقع أحد يعني استدارة كاملة في السياسة الاقتصادية الموجودة حاليا. نعم. لأنه أي استدارة ستؤدي إلى انكماش كبير في الاقتصاد التركي، وبالتالي يعني هذا الانكماش يؤدي إلى تهديد في موضوع الفوز في الانتخابات. نعم. بالنسبة لحزب العدالة والتنمية. عمر، دعنا نناقش ما أوردته قبل قليل بشكل تفصيلي. إذا نبدأ أولا ربما من ضيوف هذه الحفلة المتوقعة أن تحدث مساء اليوم، وربما استقبال تركيا لعدد من الشخصيات العامة في العالم. هل طبيعة ونوعية الضيوف الذين يحضرون اليوم لهذه المراسم عمر يوضح لنا أو نقرأ من خلاله طبيعة السياسة الخارجية التركية خلال المرحلة المقبلة، لو تطلعنا على أبرز الشخصيات التي من المتوقع أن تحضر؟
نعم، يعني على مستوى الرئاسة الجمهورية حقيقة، على مستوى الرؤساء، هناك مجموعة من الرؤساء سيشاركون في هذه المراسيم، بدءا من أذربيجان، أوزبكستان، قرغيزستان، تركمانستان، طبعا جنوب أفريقيا، الجزائر، ماكدونيا، كذلك فنزويلا. كل هذه الأسماء، هذه الدول ستشارك على مستوى الرؤساء. على مستوى وزراء الخارجية أيضا هناك مجموعة من الدول التي ستشارك في هذه المراسيم. وزير الخارجية المصري سامح شكري سيشارك، كذلك وزير الخارجية القطري، وزير الخارجية ربما العراقي، كذلك رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان كذلك سيشارك في هذه الانتخابات، عفوا في هذه المراسيم. على مستوى الناتو أيضا سيشارك الأمين العام لحلف الناتو في هذه المراسيم. هذه الزيارة أيضا مهمة في هذا الإطار. بالنسبة بالتأكيد. لروسيا، رئيس مجلس الدوما الروسي سيشارك. على المستوى الأمريكي يمكن القول أن السفير الأمريكي في أنقرة فقط هو الذي سيمثل الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المراسيم. طبعا هنا تجدر الإشارة ما بأن الذي نقرأه عمر من هذا التمثيل؟ أتحدث هنا عن الناتو وروسيا والولايات المتحدة. بكل تأكيد، يعني هذا تأكيد على أن سياسة تركيا تجاه روسيا وتجاه الغرب بشكل عام ستبقى كما هي، أي أن تركيا لن تقدم على خطوات إيجابية أكثر من الموجودة حاليا تجاه الغرب، خصوصا في موضوع الحرب الروسية الأوكرانية. تركيا مصرة على موضوع أن يعني روسيا حليف وشريك مهم بالنسبة لها، لذلك ليس من المتوقع أبدا أن تقوم تركيا بخطوة للوراء في هذا الإطار. هذا يبدو من التمثيل الذي يشارك به طبعا كل من أمريكا وروسيا أيضا في هذا الإطار. طبعا مشاركة الأمين العام لحلف الناتو مهمة، كان قد رشح بعض التقارير حول هذه الزيارة بأنه أيضا سيناقش موضوع انضمام السويد، وهو أحد الموضوعات الأكثر أهمية حاليا. نعم. على أجندة حلف الناتو. طبعا موضوع انضمام السويد لحلف الناتو، من ناحية تركيا مصرة على موضوع أن تلتزم السويد بتعهداتها تجاه تركيا في موضوع حظر المنظمات الإرهابية، ومن ناحية أخرى هذا الموضوع، يعني هذه النقطة غير متداولة، أي أن تركيا لا تريد كثيرا إزعاج موسكو حقيقة في موضوع انضمام السويد. لكن الرجل عمر كان متفائلا يعني بشدة بعد إعادة انتخاب الرئيس أردوغان يانس ستولتنبرغ، ربما له تصريح شهير بعد نتائج الانتخابات قال فيه تحديدا أن انضمام السويد للناتو ممكن، حتى أنه قال أنه قد يكون قبل قمة ليتوانيا المقبلة والمنعقدة في يوليو المقبل. هذا صحيح، يعني هذه المفاوضات حاليا مستمرة، ولكن هنا في الداخل التركي الجميع يتفقون على أن السويد لم تفي، رغم أنها أصدرت قانون مكافحة الإرهاب واعتبرت العناصر المؤيدة لحزب العمال الكردستاني ولمنظمات فتح الله جولان عناصر يعني متهمة بالإرهاب، ولكن بالنسبة لتركيا هذا الأمر لا يكفي حقيقة. تركيا تنتظر من السويد أن تسلم قائمة كبيرة، يعني أكثر من 100 شخص مطلوبين. نعم. تسلمهم إلى تركيا، وبالتالي نعم. عند هذه النقطة يمكن أن تحدث ربما انفراجة في موضوع الفيتو التركي. نعم. ضد السويد في موضوع الانضمام لحلف الناتو. عمر، دعنا نتجاوز هذه النقطة ونتطرق ربما للداخل التركي. أنت تحدثت عن وزراء الاقتصاد محمد شمشيك الذي كان ربما وزيرا للمالية سابقا، وأيضا من الأسماء المرشحة وزيرا للخارجية إبراهيم قالن. مدى مقبولية هذه الأسماء عمر، وإلى أي مدى قد تحدث ربما حلحلة أو تغييرات في الملفات الأكثر إلحاحا في تركيا الآن، العلاقات الخارجية وترميمها سواء مع دول الجوار أو حتى مع بعض دول الغرب، وأيضا الملف الاقتصادي؟
نعم داليا، دعيني أشير في البداية إلى ملف وزارة الخارجية. حاليا إبراهيم كالن بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات التركي أيضا هاكان فيدان مطروح لهذه الوزارة، هذين الاسمين مطروحين حاليا في الكواليس التركية لتولي حقيبة وزارة الخارجية. حاليا حقيقة يعني بالنظر إلى الناحية الدبلوماسية وإمكانية يعني إجراء العلاقات ونسج العلاقات الدبلوماسية، فإن إبراهيم كالن هو الأقرب حقيقة لهذه الحقيبة، ولكن يعني هناك من يطرح وبشدة موضوع أو اسم هاكان فيدان كذلك. طبعا يعني كلا الاسمين معروفين، هاكان فيدان أساسا هو رئيس جهاز الاستخبارات، وبالتالي يعني في حال توليه الحقيبة حقيبة وزارة الخارجية فهذا يعني أن الخارجية التركية بالإضافة إلى الدبلوماسية ستكون متمتعة بالجانب الأمني كذلك، ستكون مهتمة بالجوانب الأمنية خصوصا في سوريا على سبيل المثال. كذلك بالنسبة لإبراهيم كالن هو المتحدث الرسمي باسم الرئاسة وكذلك المستشار الأمني للرئيس أردوغان.